فيليب أسمر يفضح أجواء نادي نجيم وقصي خولي في زفاف مريتا الحلاني، وأروى تنافس نادين بالأصفر. نشر مخرج مسلسل 2020 فيليب أسمر فيديو عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي يكشف من خلاله كواليس تصوير حفل زفاف الفنانة ماريتا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني والممثل حسين مقدم في أحد مشاهد مسلسل 2020. ويظهر تفاعل الممثل السوري قصي خولي والممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على أغنية الفنان وديع الشيخ بطريقة طريفة، ويعودان فورا إلى أدوارهما عندما تحضر الكاميرا. هذا الفيديو أثار إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تألقت الأخيرة أيضاً بفستان أصفر من تصميم زهير مراد خلال إعلانها سفيرة لمجوهرات دماس في الشرق الأوسط. واعتبر المتابعون أن المغنية أروى تنافس نادين الجيم بعد إطلالتها أيضاً بفستان أصفر وحذاء كعب عال باللون الأسود. أنت واحدة إليجانت. أيضاً وأيضاً تم تشبيه نادين الجيم بياسمين صبري زوجة أحمد أبو هشيمة حين ارتدت في أحد الأعراس فستاناً أصفر.